صح رمضانكم وصح افطاركم وكل الأمة الجزائرية، كل عام انتم بخير وتصوموا بخير ان شاء الله. الحمد لله ما يغلبنيش رمضان، يا ما يتكيفش بلوتو كالم ناشط نو نيفيتي فوتبال، نحب نلعب بزاف لي ماتش. ها صالة بتي 6 بتي تيران ما نشفاش، مي صغير صغير بيان سور، ما كانش عادات بصح. انا بون ما لعبناش كوب دافريك في رمضان على كل حال، بصح كاين دي ماتش وين لعبنا، وين لعبنا الياسما وكدايا في رمضان، كاين وين لعبنا صايمين، كاين وين فطرنا للسفر، سا ديبون. كانوا يخلوها لنا ليبر كل واحد، بس عندك كي تكون مسافر تقدر تفطر للسفر، دونك سا ديبون دي جوار. كاين اللي كان يحب، كاين اللي كان يفطر كاع لو سيجور ماشي غير نهار الماتش، كاين كان يصوم. والله غير بور لانيكدوت، ديجا بالك نهار بديت بون كنت نلعب ديجا، مي اون 2001 شفا مون كاين ماتش اللي درت فيها غرون ماتش على الوحده تاع العشيه في رمضان كونتر لازمو نشفى عليه، ولكن في رمضان نلعب انا مام هكذا دوك هاد الايامات نلعب قبل الفطور عادي، ما عنديش حاجه زعما. لا والو، انا نقلق شويه الناس، نهبلهم على الماكله ونهضر لهم، كاين لي شويه يجوع نبدا نهضر له، قال لي يوم هكذا يا انا بالك انا اللي ندير الدور هذاك، ما نشفاش نو. لا ما عنديش عادي، ما عنديش عادي زعما، نروح حتى لاخر باش نجيب، ما عنديش سماري فنخرج صحابي ولا نروح نشرى فايس، ما عنديش هذاك الهبال قال لا راح لقليعة باش تجيب هادي وراح بوفارق باش تجيب هادي. لا كل حال واحد يحب يكون اون فامي، الوالدين وولادو والاهل تاعو. لا غير في رمضان ما نشوفش بزاف تلفزيون، بالك ما نتبعش. انا نحب بزاف نحب سويلح مع دوما تاع دوكا، وكنت نحب واسمو لاكتور تاعنا لي تاع بكري لي تورنا، واسمو نسيت الاسم تاعو، لي تورنا بوبقرا، لي تورنا الحاج ابراهيم، واسمو علي واد، علي واد طبق يا ودي، كاين بزاف. لا كاين الاطباق ولا المفضلة. والله غير شوي با، انا شوي با ترو غورمو، بالك نقول له انا نحبها حاجة خفيفة. انا في الطابلة زعما في رمضان نحب بزاف تكون الكسرة والحميس، والباقي زعما ما نشرطش بزاف، بس ما ناكلش بزاف انا. فريك حصلت انا هاد الواليدة يا اخي. على بريك سلابية لاتاي لبن كسرة بقري والو، وين يكون في الجامعة يعني، قلت لك ما تقدرش تكون في الكوزينه وفي الجامعه ومع نطا وسام حسين دارا. لهفة ما نرقدش بزاف.
غندعي ورزق الحلال بصح ماشي سبيسيالمون المال، لان الرزق هذا يقدر ما يكونش غير دراهم. ربي كيعطيك الصحه المليحه راه رزق حلال تاني. سيرتون الكبار، الكبار نظن باللي لازم يمدوا ليكزام باسكو باش تحترم الناس، لان ديجا الطريق عنده حقه، لا ترمي قمامة في الطريق تما راك ديت حق الطريق، وكاين الناس الجيران لازم تحترمهم. اوكي انا نظن هادو ما نقولوا باللي ناس جهالة. والله يا عبد الرؤوف واش نقول لك، انا نجري ولكن ما نتمهبلش، ما يقولك ما نديرش لافي تاع الناس اون دونجي. بالك واحد يقدر يكون مزروب ولا صح، لافيتاس هذاك اللي راوغ هذاك هو لو دونجي. تقدر يعني تكون حاكم لوطوروت وحاكم جهه وتجري وتريسبكتي الاخر تاعك، ولكن هي لافيتاس ماشي مليحه. ولو انا نسرع شويه ولكن لان السياره على كل حال ما توليش تكونتروليها كي تفوت سرعة، ما انا نقول لازم واحد يخمم على الاخرين تاعي. ماكسيموم كي غير كي يكون عذر اكثر في المسجد. انا كنت نحب بزاف الشوري، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، وربي إن شاء الله يقدركم باش تصوموا مليح. السلام عليكم.